كتبدا القصه مع مات ومراتو كيت تحولوا لواحد المنزل جديد زعما هما جداد فيه. اما هو فبين من الشكل ديالو بلي كيعقل على جدي ملي كان قدي، وكثر من هذا الشيء جا في واحد المنطقه معزوله. داكشي علاش مده هو معروض للبيع وحتى حد ما شراه. حتى جا مات ومراتو كيت، ملي دخلوا ليه اول حاجه بداو كينظفوا حيت كان مكرفس بزاف. كيت كتجمع داكشي اللي مهرس ومات كيلوح من الشرجم، وصديق الخرده لقى قطعه معدنيه عندها واحد الشكل في شكل، بقى كيحاول يعرف لها الصالحه، وملي ما عرفش رمى مع الخرده. وكيت كتنظف الكوزينه لقات واحد الفريخ ميت، خرجاتو دفنوه في الحديقه. فهاد الوقيته لحمات شي حاجه من الفوق، ملي ضربات في الارض تخلعات الدار قالت ليه بشويه، وملي بغات تكمل الدفن ديال الفريخ لقاتو غبر. ومات مكمل التنظيف ضرب على ورق الجدران مقطع من واحد البلاصه، كمل عليه حيدو وهو يلقى واحد الباب في وسطو فتحه ديال الساروت عندها نفس شكل القطعه ديال الحديد اللي كان لقاو ما عرفهاش ديالاش. نزل جبدها من وسط الخرده، غوت على كيت وطلعوا بجوج يفتحوا داك الباب باش يعرفوا اش كاين موراه. ملي فتحوه لقاو موراه واحد الغرفه سريه. يلا حطات كيت الرجل الاولى لداخل، بداو الضوء ديال الدار كيتفاو يشعلوا. ديك الساعه خلاها مات تما ومشى اتصل بالشركه ديال الكهرباء. النهار الاخر جات ريسيان، خداه مات لقابو يشوف المشكل ديال الضوء. ملي وصل تما داخ، كانوا بزاف ديال الاسلاك مرتبطين ببعضياتهم بطريقه غريبه، وهو غادي في حاله. قال لماد عمري كنت كنظن بلي ممكن شي حد يشري هاد الدار. سولو ماد السباباش، قال لي اخر وحدين عاشوا في هاد الدار تقتلوا بواحد الطريقه خايبه، والناس ملي وصلتهم هاد الخبار حتى واحد ما زعم يشريها. ملي مشى تريسيان رجع ماد للدار يقلب واش كاين شي حاجه في الانترنت على داكشي اللي قال ليه، لقى بلي مالين الضامره وراجلها ما عندهمش الاولاد، كان سميتهم مادلين وبول شيفر. هبط يقلب في المعلومات ديال القاتل، لقاهم كيقولوا بلي ملي شدوا البوليس ما لقاو عليه حتى شي معلومه، لا شكون هو لا فين ساكن، حتى سميته ما عرفوهاش. داكشي علاش سموا عليه جوندو وضربوه بالسجن المؤبد في واحد المصحه عقليه. مات كالرسام، حط حداه قريعه، هز واحد الورقه وبدا كيرسم جون. ملي تسالت ليه القريعه، هز وحده اخرى ومشى كمل الشراب ديالو في الغرفه السريه اللي اكتشفوا. ضرب ديك القرعه حتى هي، وقال مع راسو خاصني شي وحيده اخرى حيت هادي ما دارت ليا والو. هذا هو داك السكير ديال الدرب اللي كيرجع مرمد مع قرعه، حانكم حرود ودنو فيها الدم، وكيقول لك ما دارت ليا والو، شنو بغيتي تقتلك؟ مع قال مات بلي خاصو شي قريعه اخرى، تفضوا. وملي عاود شعل لقى قرعه قدامه. ها شو مسخوت الوالدين، تقدر تكون الامنيه الوحيده اللي غتحقق ليه في حياته طلبها قرعه. ملي شافها تخلع، بقى تيقرب ليها بشويه، هزها لقاها حقيقيه. طلع النهار، فاقت كيت من النعاس لقات عاوتاني البالي ديال الدار كيتفاو يشعلوا، غوتات المات ما ردتش عليها، قصدات الغرفة السرية لقاتو ملاهي مع شي لوحات وتحف أثرية، سولاتو منين جاب هاد الشي، قال لها اكتشفت بلي هاد الغرفة سحرية، وأي حاجة طلبتيها كتحضرها ليك. كيت في الأول ما تاقتش بيه، قال لها جربي، طلبات 1000 دولار، تفضوا وعاود شعل لقاتهم قدامها، واخا شافت الفلوس ما تاقتش، تمنات مليون دولار. تفضوا وعاود شعل لقاتهم قدامها. شو الناس اللي كيعرفوا يتمناو؟ مسخوط الوالدين اول امنيه منها قرعه، وكون كانت هي الوحيده اللي عندك تشدك القرعه تا حيد ما فيها والو. كيت مور هاد الشيء اللي شافت خافت وخرجت كتجري من تما، تبعها ما طلب منها تحضر عقلها، وقال لها بلي خاصهم يستافدوا من هاد الغرفه باش يوليو اغنياء. بقاو كيتمناو، وفي كل مره كيتفضوا ويشعل كيلقاو داك الشيء اللي يتمناو قدامهم. حبس الفيديو هنا وقول لي الا كانت عندك هاد الغرفه وامنيه وحده اش غتمنى، وبلا ما تقول لي ملياردير حيت كلشي غيتمناها والفلوس ما غتبقى ساويه حتى وزه، وانت مسخوط الوالدين عطيناها امنيه بغير يجيب الاقتصاد. صحابنا تبرعوا، اول حاجه عمروا لك بيد ديال الفلوس، من بعد منك يا لبس منك يا مجوهرات لوحات غاليين، غيتمنى والضو غيطفو ويشعل غتلقى داكشي اللي تمنيتي قدامك. واخا كاع هادشي اللي عندهم، في واحد الصباح كيتفاقت حزينه، مات شافها هكا خداها تشوف واحد المفاجاه كان موجوده ليها. ملي وصلت لقات ناموسيه ديال الدراري الصغار، واقترع عليها يحاولوا يولدوا مره اخرى. كيتبان في وجهها بلي زاد تحزنات، وقالت لي ياك جربنا جوج ديال المرات، وفي كل مره كان كيطيح ليا الولد. صاحبنا حتى هو كعا خرج يبدل ساعه بخرى، وملي رجع في العشيه لقى معاها ولد صغير. كيشافو فهم بلي تمناتو من الغرفه وكبتها معاها. قالت لي ياك كنتي باغي الولاد، ها هو ولد. رد عليها بلي كان باغي ولاد يكون ولادهم ديال بصح ماشي بهذه الطريقه. في الاخير طلب منها تدخل به للغرفه وترجعو كيف ما جابته. داكشي اللي كان، هزات الوليد ودخلت به للغرفه، ولكن عز عليها وما قدراتش تتمنى انه يرجع. داكشي علاش عطاتو المات يتكلف بهذا البلان، ولكن حتى هو ما قدرش يديرها. في الاخير قرروا يخليه معاهم وكمل مات البحث في القضيه ديال جون. لقى في واحد الجريده بلي فسولو جون علاش دار هذا الشيء، قال لهم الغرفه اللي خلاتني نديرو. كيقرا هذا الشيء شويه ديال الفلوس وقصد المصحه اللي محبوس فيها يشوفه. ملي وصل وسول عليه الممرضه تفاجات وقالت لي هذه 45 عام ما زاروا شي حد من غير الصحافه والبوليس، وهو مريح في قاعه الزياره. دخل جون اللي غيكون شرف. ملي
اللي جلس معاه قال لي سنين هذه وانا كنتسنى هذه اللحظه. باينه غتكون انت اللي ساكن في الدار حاليا، وباينه بلي لقيتي الغرفه وبقيتي كتمنى. فشنو جابك عندي؟ سولو مات علاش قتل بولو مادلين؟ قال لي ما كانش عندي حل من غيره، ودابا عندي لك نصيحه واخا عارفك ما غاديش دير بيها. هز مراتك وخرجوا من الدار قبل ما يفوت الحال. ملي سال هاد الزياره وكان راجع فحالو داز يدير ليسونس، خشى يدو يجبد الفلوس اللي خدم الغرفه باش يخلص، لقاها ولات التراب. قدر غرض بشي حاجه كان في الطوموبيل وشد داك سيراتو واحد للدار. معاه وصل طلع كيجري هز عران ديال الفلوس لحم من الشرجم، وهنا غتكون الصدمه. قبل ما توصل ديك الفلوس للارض تحولت للتراب. هز واحد اللوحه حتى هي كانت من هبط حل الباب وحط نص لداخل ونص لاخر برا. النص اللي لداخل بقى مزيان واللي برا تحول لتراب. هنا فهمت بلي اي حاجه تمناها من الغرفه السريه كتبقى صالحه غير في الدار، والا خرجتيها برا غتحول لتراب. هز مطرقه وبدا كيهرس في الحيوط ديال الغرفه باش يعرف كيفاش كيوقع هذا الشيء. ملي ريب الحيط كامل لقى مورا خيوطه بحال اللي في القبو، وماشي غير مور هذا الحيط، اي بلاصه هرسها كيلقى مورها بزاف ديال الخيوطه الضو. فهاد الوقيته بانت لي كيتهز الوليد خارجه به برا، حاول يمنعها ولكن ما سمعاتش ليه. كيفاش بيه العتبة ديال الباب بدا كيبكي وكيبان بلي الجسم ديالو كيكبر. غوتات كيتلمات خرج كيجري عاونها تدخلو. ديك الساعة تفاجئو بالرضيع ولا ولد كبير. دخلتو كيت للدوش دوشات ليه، وملي نعس ولات ما تشهد شي وقع. وكيفاش في ثواني قليل الرضيع تحول لولد كبير؟ هنا بدا كيعاود ليها لافير. قال ليها بلي اي حاجة تمنيتيها من الغرفة خرجت برا كتحول لتراب، وداك الشيء نيت اللي وقع للولد كان غيبقى يكبر حتى يشرف ويموت. ديك الساعة غيتحول لتراب. واخا عرفات كيت هاد الشيء كامل، ما خلاتهاش غريزة الأمومة تخلى عليه. سماتو شين وقررت تربيه. مع الوقت شين قمت في الدار وطلب من كيت تخليه يخرج يلعب برا. ردات عليه بلي عنده شي مرض وإلا خرج لبرا غيموت. بقى كيلح عليها، وملي شافها رافضة بمرة بدا كيغوت عليها وكيشير بالحوايج اللي حداه. النهار الآخر ما توصلوا واحد الطرد، سدات كيت الباب موراها باش ما يتبعهاش شين ومشات جاب الطرد. داك الطرد كان فيه سلاح، خداه منو مات ومشى للغابة يتريني عليه. فهاد الوقيته شين غفل كيت وفتح الباب، يلا خرج يدو. جات كتجري دفعاتو وسدات. مور هاد البلان قرروا يديروا حواجز في الدار كامله باش يمنعوه يخرج. وهما كيتعشى ولاحظت كيت بلي شين عزيز عليه ياكل الثلج. حاولت تفهم ورا خاطر على سنانه، ولكن البرهوش معاكس. في الليل هو كيلعب في الغرفه ديال مات، دخل عليه مات تخلع، طيع واحد اللعبه هرسها وخرج كيجري من تما. ديك الساعه جات كيت المات بقات كتغوت عليه وكتسمعوا الهضره حيت كيتعامل معاه خايب. صباح ملي فاق طل في جنبه لقى لعبه بحال هذيك اللي تهرسات. دار الجهه الاخرى لقى المهرسه مازال في بلاصتها. ديك الساعه فهم بلي شي حد تمناها ومشى كيجري عند كيت سولها واش هي اللي تمناتها. قالت ليه لا. فهاد الوقيته بدا الضو كيطفى ويشعل، وعرفوا بلي شين في غرفه الاماني. مشاو ليها القهوه ولات غابه عامره بالاشجار، وشين وسطهم كيبني رجل ثلج. تما فهموا بلي شين هو اللي تمنى هاد الشيء. كيت ملي شافته فرحان فرحات حتى هي وبدات كتلعب معاه، ولكن في هاد اللحظه جامات هزو من يدو حطو برا الغرفه وسدها. سولاتو كيت علاش دار هاد الشيء، قال ليها الولد مازال صغير ويقدر يتخيل شي تنين ولا ديناصور يصفي الحبنه جمله. وهما مازال كيناقشوا هاد الشيء سمعوا التليفون كيصوني. مشاو ليه لقاو شين هزو كيهضر. حيدوا ليه كيت بالزربه وجاوب. لقات جون اللي غيكون فهم بلي تمنى ولد صغير من الغرفه. سول مات واش هو اللي تمناه ولا مراته؟ قال ليه مراتي. كيت ملي لاحظت بلي مات بدا كيصفار حسات بشي حاجه ماشي هي هذيك، مشات هزات سماعه اخرى من الكوزينه مرتبطه بالتليفون وبدات كتسمع اش كيقولوا. ما تسول جون كيفاش يمكن ليهم يخرجوا الولد من الدار ويعيش حياه طبيعيه. رد عليه جون بلي الا بغاو هذا الشيء يتحقق خاص الشخص اللي يتمناه يموت في الدار، او بمعنى اخر اما يقتل مراته باش الولد يعيش ولا يقتل الولد باش مراته تعيش. وفهموا بلي هو الولد اللي تمنى بولو مادلين وكان صفها ليهم باش يقدر يعيش. كيت سمعات هذا الشيء تدمرات. مع سالت لابيل خرجت كتجري من الدار، هزات الطوموبيل وتحركت. عيا صاحبنا ما يتصل بيها، ولكن والو ما كتجاوبوش. وهو مريح في الكوزينه جا شين سولو عليها ما ردش عليه، وملي كتر عليه الاسئله سخط ودار فيه. قال لي حنا ماشي والديك، انت غير وهم، والا خرجتي من الدار غتبقى تكبر حتى تشرف وتعقدهم. شين قلقاتو الهضره ديال مات، خلاه واقف تما وطلع لبيتو كيبكي. مات حس بالذنب على هادشي اللي دار، داك الشيء علاش تبعو طلب منه السماحه، وبقى كيلعب معاه حتى نعسو. فهاد الوقيته كيتا تكون تكالمات ورجعت للدار. ملي دخلت وشافتهم فحال هكاك فرحات بزاف. النهار الاخر هما ناعسين دخل شين كيتسلط للغرفه، سرق ليهم الساروت وهبط كيجري. صحابنا سمعوا الباب تحل وتسد هبطوا كيجريو، لقاو شين خرج برا كبر ورجع السلاح ومنيش فيهم. شين كان باغي يقتل غير مات حيت ما كيحملوش. جات كيت قدامه بقات كتهدنو، ما حيدت ليه الفردي طار عليه مات وكبته هو وياه. كيت حاولت تفكهم الضربات مع الطبله غيبت، وملي فاقت لقات مات واقف عليها. سولاتو على شين، قال لها وحنا مدابزين جات في قرطاسه بالغلط قتلاتو، موراها خرجت الجثه ديالو برا. كيت مور هاد الشيء تدمرات، وهما كياكلوا كيناقشوا البلان ديال خاصهم يخرجوا من هنا، لاحظت بلي مات كلا الثلج، وفهمات بلي هذا اللي قدامها شين، تمنى
من الغرفه ياخذ الشكل ديال مات، اما مات الحقيقي فيكون مغيب في الدار. ملي فاق لقى الضوء كيشعل ويطفاو وفهم باللي كيت وشين في غرفه الاماني. قلب على السارود ديال الغرفه ما لقاهش، مشى كيجري يحاول يفتحو بيديه، وملي ما قدرش حدا يكون شين مسورته من الداخل، مشى جاب مطرقه بدا كيفرع الحيط، وبالفعل قدر يدير فيه فتحه دخل منها الغرفه. هز راسو بنت لي دار وسط الغابه اللي تمنى شين قصدها. كيت ملي فهمات شنو وقع حاولت تهرب، ولكن شدها شين وتكرفس عليها. دخل مات للدار طلع يقلب عليها، لحق عليه شين. شويه كيت لقات راسها وسطهم بجوج كيغوتوا ليها، وهي ما عارفاش شكون فيهم شين وشكون مات. فهاد اللحظه خدمات عقلها، غوتات شين، واحد منهم تزعزع دفعته في الدروج، وغيكون بالصح هو شين. جرها مات باش يعلقوا من الدار، ولكن من بعد مده ديال الجري لقاو راسهم كيدوروا في متاهه، وفهموا بلي شين كيلعب بيهم. فهاد اللحظه فاق هز موس ومشى كيجري يضرب مات قتلو. طل من الباب بنت لي كيتو مات هاربين، هنا فهم بلي هادو غير شخصيات وهميه تمنوهم باش يلاهيوه. تبعهم كيجري، فتحوا الباب ديال الغرفه هربوا منها. ملي وصلوا للباب ديال الدار لقاوه مسدود، وقدر شين يلحق عليهم. هجم على مات باش يصفيها ليه، مع نقز عليه تخبطوا مع الباب فتحوه، تلاحوا بجوج برا. ديك الساعه سدات كيت الباب، هي شين ما يطلبها ويحاول يخدم معها العاطفه باش تفتح ليه، ولكن والو. بدا كيكبر شويه بشويه حتى شرف، موراها مات وتحول لتراب. من بعد شهر غنشوفو كيتو مات ساكن في واحد لوطيل مور ما سمحو في الدار. خرج مات يجيب شي سخيره، ملي رجع للدار دق على كيت ما فتحاتش ليه. وفي هاد الوقيته غنشوفوها شاده في يدها اختبار الحمل اللي كيقول بلي حامله، وباين في وجهها بلي حايره حيت ما عرفات واش الولد من مات ولا من شين اللي تكرفس عليها. وباش غتكمل بدا الضو كيشعل ويطفى، الشي اللي كيعني بلي ممكن يكونوا مازال في غرفه الاماني، ويقدر يكونوا غما مخلصيش الضو ولا البوله غتحرق. المهم هو حتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك. ما كرهتش اي واحد عجبو الفيديو يدخل عند الانستغرام، نحاولوا نوصلوا ل 100 الف اقرب وقت. كان معكم يوسف، تلقاو في فيديو الجاي. بيس.